شباب اغني بصار وصغار طانة راح نخرج دني البصراويات نشوف شنو مطيارهن. هاي البصراويات لعيونكم. هذا بينه ولا شنو بينه؟ اي والله هنا مطعم. هذا الشيء على ايش طالع؟ اوكي. زمن وصور. شباب جتنا هدية زوج بصار وفرخات. وخر شوف وخر وخر حتى شوف ذني شباب ذني البارحة سويتين اختراع ابو علي محطاط للطيور شو يسموه هذا سد الباب سد الباب اطلع يا ابني يلا ساعة طبوا على طبوا على بلو شكو ذني طاير كلهم زوجين رفع شباب خلنا نشوفكم ياهن اوه ابني طلعن ذني بصراويات طون ياهن خلنا نشوفكم ياهن انا هذا واحد جبت له صغير ما بين عمر خطيه وهذا الثاني زني بصراويات حلوة ما شاء الله زني ان شاء الله راح اخرجه هنا أنا. شو بابا وخربني ما يتعب واحد اسود والاخ احمر بسم الله بعد ما مسويت بعد صغار لعيونكم شباب هذا دبل الاكل هاي تارة ما شاء الله زني طير وفحل شنو رايكم شباب طلع كرتون لا هاي طير وفحل طرافة من الفرخات ما شاء الله شباب شوفوا معلومة صارت وياي أنا تعلمتها وأريد أنصحكم بها شوفوا البرج مالي شباب منا ومنا مغلف البرج مالتي هاشكم على هالسالفة لا لي لون ولا فايبر ولا بطانية ولا أي شيء بس منا ومنا مغلف البرج من الواجهه مالته بعد ما مغلفها هواي ناس دا اشوف على الفيس وعلى التيك توك على اليوتيوب بيشكون من شنو من فالول زين الافراخ يصير بيها فالول وصراحه ذني هم البصرات طنياهم هديه حلوات ما بين شيء بس بين شيء قليل فالول بين وين هذا الصغير كان هسه اشوفكم اياه بي فالول هذا هم وين الاسود هذا اكو هذا بي فالول شباب خل اشوفكم اخ بسم الله شوفوا شباب هذا الفالول مالته يبيع عندكم هاي هذا الفالول شوفوا هسه عالج هذا بليمون وملح وقدامكم عالجه شوفوا شباب بي فالول بعد وين اكو واحد هنا اكو وجهين حامين فالول شباب وهذا اني ما شاء الله انا مالاتي باعوا الفرخات شوفوا ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله نظيف لا فالول ولا هم يحزنون ليش شباب الفالول منين يجي شباب خل اشوفكم هذا الثاني شوفوا شباب نظيف طير نظيف ما شاء الله بسم الله زين ليش ما بي فالول شباب شوفوا هذا الثاني شوفوا لا فالول ولا هم يحزنون طير نظيف زقه حلو شباب الفالول على شنو يجي الفالول يجي من البق والذبان اللي يصير بالبرج الباق والذبان مين يصير بالاخص بالشتاء ليش يصير لانه تغلفون البراجه من تغلفوه راح يصير ريحه مال البروق ماكو رطوبه ايش راح يصير راح تلم ذبان شباب هاي طير فحل على هذا شنو رايكم حلوات زين شباب يصير فالول فاني ما يصير عندي فالول ليش ما يصير عندي فالول لانه البرج مالتي شوف هاي زاجلي جواها تجربة فضائية جواها صار 4 بيضات الزاجل يزق ما شاء الله هاي طيرة الله فالبرج مالتي ما مقبط ما يصير بيه فالول شباب اللي يريد يخلص من الفالول شو يسوي؟ ما يقبط البراجة مالته بالليلون عم يخلوها منفسه هسه انتو ترى طير ما عليه شيء بالحر والبرد، الطير هو يتكيف سبحان الله طير يتكيف ويا الاجواء اقروا بالعلوم عمي اذا عندكم اولاد بالصف الخامس ابتدائي العفو الصف السادس طلعوا العلوم واقروا بالعلوم الطير من الحيوانات الفقريه ما يتاثر لا بالحر ولا بالبرد هو يتكيف ويا الوضع حاره يتعلم بارده يتعلم هسه مو هاي طيور بالشارع طير نيات والحمام هذا القمر يشسح ولا انتو ما اعرف حمام
شو ما لا شفتوا يتمرض لا شوفوا بتشور بعد ساعة بتشور. فالطيور عمي براجتكم لا حد يقبطها، وإذا كلش كلش ما تصدقوا كلش يعجبك تقبط البراجة مالتك قبطهن. اكو هذا اللي يسموه باريات السحلة ما اعرف والله، يعني اللي بالمحافظات يعرفون صراحة انا ما اعرفهم. شو شايفهن قبطوهن مثل الحياكة صير مثل الزولية بس مال قصب، شو يسموها ما اعرف، باريات ما اعرف شو يسموهم صراحة. هاي بس للمعلومة مرتاح، حبيت افيدكم لا اكثر ولا اقل. شباب وذن البصراويات جبناهن ان شاء الله راح نخرجهن، بس خليه يتعلمن على البرج. ها يومين ثلاثة هذني طيرة فحل، وهاي جيتي والله ساعتها ما ملحق. هذني انا عازلهن عن شنو؟ عن مود زوجين، هذني زوج عن ابر، هذني فوق زوج عن ابر بعد ما عندي. ها جبت حلقاتي هاي، خلي اريد احلق الطيور. شباب خلي احلق، هذني عندي فرقات من حلقات، خلي احلق. جبت اليوم كان عندي نقص حلقات من ذني رابطات، خلي رابطه وخلي حلقه مالتي. شوفوا شباب رجعت وياكم، هاي حلقتهن، منها رابطه ومنها رقم تليفوني. طبعا ذني عنابر شباب، هاي منها رابطه ومنها رقم تليفوني. اوكي هاي طاره اخرى، شوفوا شباب رابطه رقم تليفوني، رابطه رقم تليفوني. بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا اثنين، هذا غرابي شباب، هذا غرابي امه وابو راحن من عندي اثنيناتهم، هاي رقم تليفوني وهذا رابطه. زين هو مو طيب الصراحة، هذا رقم تليفوني والرابطة. شوفوا شباب صراحة مو يعني مو من غلات الطير، بس صراحة مستعز بهم لا أكثر ولا أقل. هاي بيضة صناعية ما تشيل، مستعز بهم لا أكثر ولا أقل. هاي كل السالفة شنو يابا؟ ها شنو هالبطاط يابا؟ هاي البطاط مع علاوي بعد اختراع ما فيه. شباب سويت معلف بس راح أسوي واحد، خليني أشوفكم. طلع علاوي ها سويته مثل ما يقول اختراع تجريبي، بس كلش حلو شباب. شوفوا شوفوا المعلف هذا، راح اسوي راح اجيب بوري مال التاسيس الصحيه، خليه يقع وراح اسوي واحد للطيور بس مو مثل هذا، شويه احلى بعد. بس وعوا شباب شلون شيء مرتب وحلو. هذا سويته الدجاج والبطاطا جابوا كان الله. يلا شباب في امان الله. شباب لايكاتكم اشتراكاتكم شنو الموضوع شباب؟ لايكات، اي واحد يشوف الفيديو يخلينا لايك حبايب في امان الله.